السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مثال عملي ان انا اصدر المشروع بتاعي للـ IFC واعمله حصر، لان ممكن يكون البرنامج معمول بـ IFC انا مش قادر اتعامل معاه، فهقدر ادخله على برنامج اعمل حصر هناك. هقول لك سبورت IFC وتبدأ بقى تشوف انهي واحد فيهم المناسب ليك. انا بالنسبة لي هدخل هنا موديفاي وهتأكد ان اكسبورت بس كوانتيتيز، اوكي، وهقول له اكسبورت، تمام. وبعد كده هفتح البرنامج واقول له فايل اوبن واختار الملف اهوت، وبعد كده اعلم على الحاجة اللي انا عايزها واقول له بيم كونت تيك اوف، وبيقول لي ده نسخة تجريبية لان ده بلوجن مش بينزل اصلا مع البرنامج في الافتراضي. ممكن تقول له مثلا عايزها باي اف سي انتيتي، فيبدأ يجيبهم لك بالشكل دوت. فانت تقول له انا عايز احصر مثلا باللينس، تمام، واقول له سيف داتا ان اكسل فورمات، فجاب لي المجموع بتاعهم. طب تعالى نرجع كده للريفيت واقول له افتح لي وول سكادول، هتلاقي 22 و22 44 و10 و10 هيطلع معايا 64. عايز تحصر بشكل اخر؟ اه ممكن، مفيش اي مشكلة خالص لو انت عايز تحصر لكل واحدة لوحديها وهكذا، تمام. ممكن تقول له كنت تيك اوف، تمام. ممكن اقول له سيلكت اول للحوالي بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا عايز احصر الاريا او الفوليوم، تمام. ممكن حتى باي نيم هتعمل تقول له باي اف سي للوول كله، تقول له كوانتيتي هيجيب لك العدد، لا انا عايز الفوليوم مثلا. فجاب لي الفوليوم وهكذا. فممكن ان انت تجيب مشروع كبير وتعمل له حصر بنفس الطريقة، تمام. بتحدد انت عايز تحصر ايه لكل واحدة فيهم فيجيب لك مشروع كامل. طيب خلينا نقول له اوبن كده نشوف اذا كان عندي ملف حقيقي، وليكن مثلا دوت. طيب ممكن تقول بقى انا عايز احصر ده كله، ولو انت عايز تدخل معاك السايت برضه مفيش مشكلة، تمام. تقول له بم كوانتي تيك اوف، تقول له طبعا كل واحدة من دول تقدر تحصر الحاجات اللي انت عايزها. تقول له مثلا البيم انا عايز احصر فيها مثلا الفوليوم والكولوم، ممكن الفوليوم ممكن مطلوب منك تحصر مثلا الخرسانة كلها، هنا السلاب ممكن بقى تشوف انت عايز تحصر السلاب بأني واحدة فيهم area total مثلا، وتقول له save only في ملف اكسل. فجاب لك الحصر بالشكل دوت.